الخير. صباح الخير. اتعرف على حضرتك. محمد شغال تحت العاملين بالمستشفيات الجامعيه. اهلا وسهلا. ايه موضوع الوقفه بتاعتكم؟ احب اوضح موضوع الوقفه الاحتجاجيه. الوقفه الاحتجاجيه بدات قبل واقعه الاضراب الجزئي بحوالي 3 ايام. لم يتم اتخاذ موقف مسؤول من جهه الاداره تجاه الوقفه الاحتجاجيه سواء بالتفاوض او برفع الامر الى الجهات الاداريه الاعلى. تطور الامر الى الاضراب الجزئي اللي حصل واللي حاول البعض انه يربطه بتسجيل حالات وفاه بالطوارئ. بعد ما تطور الامر الى بعض تصريحات المسؤولين الى ربط حالات الوفاه بالاضراب الجزئي للممرضات، بدا بعض الاعلاميين في شن حمله على التمريض قبل سير التحقيقات وقبل ما نثبت انتفاء او ثبوت علاقه السببيه ما بين الاضراب الجزئي وما بين حالات الوفاه اللي سجلت. الامر طبعا رهن التحقيق دلوقتي. الجانب الاخر ان الوقفه الاحتجاجيه ما كانتش بتشمل بس قطاع التمريض ولكن كانت بتشمل جميع القطاعات اللي بتتضامن في مع التمريض في المطالبه بحقوق العاملين بالمستشفيات الجامعيه. الفئات اللي نظمت الوقفه الاحتجاجيه كان قطاع التمريض باعتباره القطاع الاكثر تاثيرا، كان قطاع الفنيين الصحيين، كان قطاع الفنيين المهنيين، كان قطاع العمال. كل دول كان ليهم مطالبات بسبب تاخير البدلات والحوافز، وكان في مطلب رئيسي الناس بتلتف حوله وهو لائحه ماليه موحده بالنسبه للعاملين بالجامعات. بعد تصريحات السيد وزير التعليم العالي حصل حاله من الارتياح بعض الشيء لدى العاملين بالجامعه، فقرروا الا تعليق الفعاليات وتعليق اي اضرابات وتعليق الوقفه الاحتجاجيه انتظارا لاعطاء فرصه لجهه الاداره لتنفيذ مطالبها. حاليا احنا بصدد ارسال خطاب الى السيد رئيس الوزراء بنحدد فيه مطالبنا بالظبط، واللي بتتلخص مطالبنا: واحد، صرف البدلات والحوافز المتأخرة بأثر رجعي. المطلب الثاني والرئيسي: لائحة مالية موحدة بالنسبة للعاملين بالجامعات أو إقرار كادر مماثل للعاملين بوزارة الصحة، الاستمرار في صرف البدلات والحوافز لحين إقرار اللائحة أو الكادر، الاستمرار في صرف البدلات والحوافز بالنسبة للفئات التي قد لا يشملها الكادر أو اللائحة المالية. شكرا. العفو. صباح الخير، اتعرف على حضرتك. صباح النور ياسمين، مدام عمليات هاشم. اهلا وسهلا مدام نعمية. ايه موضوع الاضراب بتاعكم اللي تسبب في وفاه حالتين؟ احنا ما تسببناش في حالات وفاه خالص. طب امال ايه الحقيقه؟ الحقيقه اللي احنا اساسا النبطشيات بتاعتنا من شهر 9 ما اتصرفتش. لا انا بتكلم على اللي حصل ايه في العيل اساسا. ده كان عنده صاعق عنده 7 سنين وملامس كهرباء وجاي من هناك الساعه 10:30 الصبح. جاي من هناك فين؟ جاي من عندهم، من بيتهم يعني. من بيتهم يعني الحاله ديت جت من البيت. ابوه بيقول لك هو ما كانش ابوه اساسا، ده كان واحد جايبه. تمام ماشي. هو جاي ميت اصلا، ده معمول له التقرير بتاعه، معمول له الحاجه بتاعته كامله. جاي ميت يعني دخل المستشفى واتكشف عليه؟ هو ميت اصلا، قعد تقرير معايا بتاعه. تمام، معاكي تقرير؟ معايا التقرير بتاعه. لا انا لا اقصده حاجه تانية، ان انتوا لما دخلتوا لما الحاله دي دخلت المستشفى، دخلت الطوارئ، في طبيب كشف عليه وعمل له صدمات كهربائيه لانعاش القلب. بالظبط. تمام. طيب هل الطبيب ده بيشتغل لوحده ولا بيبقى معاه فريق التمريض؟ لا، معاه فريق التمريض. يعني انتوا ما كنتوش مضربين كليا، كنتوا مضربين جزئيا. لا لا، جزئيا. تمام. طيب دي حاله. الحاله الثانيه، الحاله الثانيه دي جت بالليل. تمام. ده برضه ميت في الاسعاف. دكتوره اسمها اسراء استقبلته في الاستقبال من غير تذكره ومن غير اي حاجه خالص. اشتغلوا معاه يعني ما تسبتش دخول في الدفاتر؟ لا لا لا، ما تسبتش خالص. تمام. اشتغلت معاه هي وواحد فني من طوارئ جراحه اسمه كريم. فني يعني ممرض. ممرض. تمام. في اثناء الشغل بتقول له هو انت مين؟ يعني ازاي انا مين وانا شغال معاكي؟ ماشي. الحاله اصلا جايه ميته.
الاسعاف اللي جابتها هي اللي خدتها برضه وديتها كوم الدكه. تمام. طيب بالنسبه عملت لهوش تذكره ولا عملت له اي حاجه خالص. تمام. طب الطفل اللي دخل ميت بالصعق الكهربي ده تمام، هو جاي ميت من بيته، هو جاي ميت طب اتعمل له تقرير طبي ازاي؟ ما اتعمل له تقرير طبي على اساس هو جاي من مستشفى، من مستوصف يعني متحول من ناحيه تانية. متحول من ناحيه تانية. تمام. فجم اشتغلوا معاه وكل حاجه فضرب القلب وقف. تمام. ومعانا التقرير بتاعه وكل حاجه. طب ايه موضوع قفل باب المستشفى ده؟ لا مش احنا اللي قفلنا باب المستشفى، اللي قفل باب المستشفى دكتور طارق خليفه اللي اتصل بيهم وقال مين لهم. معلش اعذري جهلي، مين طارق خليفه؟ القائم باعمال المدير المستشفى. مدير المستشفى. عشان مدير المستشفى دكتور اسامه ابراهيم، دكتور اسامه ابو السعود ده اتحل على المعاش. تمام. طيب هو اللي اتصل وقال اقفلوا الاستقبال. وباب الاستقبال عليها اتقفل. وباب الاستقبال عليها اتقفل. وبعدين هو مين اللي بيستقبل الحالات؟ التمريض ولا الدكاتره؟ ما اعرفش. انت الدكاتره اللي بتستقبل الحالات. احنا مجرد اله بتدينا الحاجه، احنا اللي بننفذها. هو احنا اللي بنكشف على الحالات. احنا اللي بنكشف على الحالات. بتنفذوا تعليمات، بننفذ تعليمات الطبيب. تمام صح. تمام. بس وبعدين احنا في جميع الحالات انتوا اشتغلتوا مع الاطباء في حالات الطوارئ اللي توفت بالظبط كده. تمام. وبعدين هو ما فيش الا احنا اللي الحالتين دول اللي فاتوا ساعه الاعتصام. طب ما قبلها كانوا في ميتين وبعدها فيها ميتين. وبعدين لما الدكاتره اعتصموا من 3 شهور ما حصلش الضجه دي ليه؟ ما حصلش الضجه دي ليه؟ والدكاتره الامتياز لما برضو اعتصموا شهر كامل ما حصلش الضجه دي ليه؟ ها؟ ولما دكتور حليم حبس ثلاث عيانين اللي من كرموز، ها؟ لما ضربوه ما حصلتش الضجه دي ليه؟ ما هو سبب الموضوع دوت الدكاتره ما رضتش تشتغل، مش معنى احنا، هو احنا اللي بنكشف على الحالات اساسا؟ احنا اللي بنكشف ولا احنا اللي بننفذ التعليمات بتاعت الدكتور؟ احنا مالنا احنا ومال الحالة. شكرا.